سلام الله إليكم جميعا أعزائي مشاهدي قناة المحور وبرنامج الصديقان، سلاما لمصرنا الحبيبة وكل المصريين. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوع الصديقان. أنا وصديقي العزيز فضيلة الدكتور الشيخ مظهر شاهين، واللي برحب بفضيلته في حلقتنا النهاردة، وبدعو أن تكون حلقة جميلة مفيدة تفرحوا فيها وتسعدوا بيها، وخاصة أن فيها معلومات جميلة وحلقة فكرتها حلوة خالص، حلقة لها صلة مباشرة بهوية وطباع المصريين، لأن الموضوع بتاع الحوار النهاردة يتعلق بتصحيح المفاهيم وترسيخ القيم في المجتمع المصري، وخاصة أن الفترة الأخيرة يعني شملت بعض المتغيرات. مصر بالذات دي بلد الأزهر الشريف والكنيسة القبطية، واللي بيمثلوا على مستوى الإسلام والمسيحية في كل العالم، بيمثلوا التدقيق في الشرائع والفرائض بحسب ما جاء في الكتب السماوية. لابد أن يكون طبعا أهلها بيعبروا عن هذه المفاهيم السليمة والقيم الفضة. ما يجيش حد مثلا يجي بقى يعني يقدم أفكار مش مرتبطة بالهوية أو مرتبطة بهذه المرجعية. لكن حلقتنا النهاردة عايزين نقول لكم مش حلقة دينية ولا حاجة، ولكن دعوني أقول هي حلقة تخص أخلاقيات وأداب التعامل والسلوك اللي متوافق عليها مع العلوم الدينية والشرائع السماوية، وده اللي هنحاول نظهره أنا وفضيلة الشيخ مظهر في هذه الحلقة. مرحبا بك يا شيخ مظهر. أبونا تحياتي، أهلا وسهلا. حلقة سعيدة إن شاء الله يا رب جميعا إن شاء الله. أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة النهاردة برنامجكم الصديقان، أنا وصديقي العزيز جناب القس أثناسيوس رزق. النهاردة الجمعة الموافق 14 ديسمبر 2018. بشكر طبعا صديقي العزيز جناب القس أثناسيوس رزق شريكي في هذا البرنامج، وإحنا خلاص بنودع 2018 وهنستقبل إن شاء الله قريب عام جديد، وهنحتفل سويا بذكرى الميلاد المجيدة. بتقدم بصادق التهنئة للشعب المصري، لكل إخواتنا المصريين الأقباط في مصر، كل الكنائس المصرية والقائمين عليها والعاملين فيها، بتقدم ليهم بصادق التهنئة بمناسبة طبعا مناسبة جليلة وجميلة، وهي مناسبة مولد سيدنا المسيح عليه السلام. ويا رب نحتفل مع بعض إن شاء الله في أول 2019 زي كل سنة نحتفل مع بعض بإذن الله، وهنفتتح أو هنكون موجودين بقى في كنيسة ميلاد المسيح عليه السلام الجديدة في التجمع في العاصمة الإدارية الجديدة، واللي هتفتتح إن شاء الله قريبا، وهنحضر فيها احتفالات عيد الميلاد القادمة إن شاء الله بحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اللي بشكره على إنجاز هذا العمل الكبير اللي هو بناء الكاتدرائية كاتدرائية ميلاد المسيح في العاصمة الإدارية الجديدة. زي ما قال صديقي العزيز جناب أبونا أثناسيوس إن حلقتنا النهاردة تتطرق للقيم المجتمعية المبنية على أصول دينية والمفاهيم السليمة والقويمة المستقاة من الشرائع السماوية. حوارنا هيكون قيم جدا، وهنستعرض خلاله مع ضيوف فقرتنا الحوارية اللي هيشرفونا وطبعا هينورونا في اللقاء إن شاء الله، ويثروا هذا اللقاء الدكتور القمص رفائيل سامي الكاهن بإبراشية الفيوم والكاتب بجريدة وطني، والأستاذة الدكتورة آمنة نصير أستاذة الفلسفة الإسلامية عضو مجلس النواب المفكرة الإسلامية صاحبة الآراء المستنيرة، اللي برحب بيهم في حلقتنا النهاردة إن شاء الله. اسمحوا لنا نستعرض أولا بعض الأخبار والأحداث الجارية، لكن برضو قبل ما يعني نبدأ الأخبار اسمحوا لي باسم قناة المحور وباسم برنامج الصديقان وبالأصالة عن نفسي ونيابة عن كل العاملين في قناة المحور وعلى رأسهم الأستاذ الدكتور حسن راتب رئيس مجلس الأمنة، إني أتقدم بصادق التعازي لمملكة البحرين وجناب ملك البحرين وكل الشعب البحريني صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البحرين، وأيضا إلى شعب البحرين الشقيق زي ما قلت لحضراتكم في وفاة الشيخة نورة بنت عيسى بن سلمان الخليفة، والتي وفتها المنية الثلاثاء الماضي، سائلا المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد المغفور لها بإذن الله بواسع رحمته ورضوانه، وأن يسكنها فسيح جناته. أنا مملكة البحرين وجناب الملك جلالة الملك حمد بن خليفة ملك البحرين لهم الحقيقة معزة خاصة جدا عند الشعب المصري وعندي أنا شخصيا، ويمكن أحكي لحضراتكم أن احنا بعد 2013 تشرفت بأني كنت ضمن وفد شعبي زار مملكة البحرين لتقديم الشكر والتقدير لمملكة البحرين وإلى جلالة الملك حمد على دورهم الإيجابي تجاه الدولة المصرية في 30 يونيو 2013
فكنت موجود الحقيقة مع وفد كبير ومحترم جدا، أفتكر أنه كان على رأس هذا الوفد الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ مكرم محمد أحمد، والذي ألقى كلمة الوفد المصري نيابة عن الوفد المصري كله، ألقاها في حضرة جلالة الملك حمد بن خليفة ملك البحرين. والحقيقة استقبلنا ملك البحرين استقبال يعني يليق بالشعب المصري ويليق أيضا بمكانة البحرين المملكة العريقة جدا. استقبال كان رائع جدا، الإقامة كانت فوق الرائع جدا، على حتى مستوى الاستقبال الشعبي هناك في البحرين كان استقبال رائع جدا. وأفتكر نحن وإحنا قاعدين مع جلالة ملك البحرين الحقيقة يعني تكلم عن مصر كلاما ربما يعجز أي مصري عن الإتيان بمثله، والحقيقة يعني تكلم عن تاريخ مصر مع مملكة البحرين وتاريخ مصر مع العروبة وتاريخ مصر مع الإسلام وتاريخ مصر مع البعثات اللي بعثتها مصر أو أرسلتها مصر إلى معظم الدول العربية لتعليم الناس وما إلى ذلك، وتكلم عن ذكرياته مع مصر وهو صغير إلى آخره. لكنه قال كلمة مهمة جدا، قال إحنا هنا في البحرين يعني هو الأول سأل سؤال كيف الحال عاملين إيه كويسين، وبعد ما اتكلم كتير قوي عن مصر قال أخبار الجيش المصري إيه، فقلنا له الحمد لله بخير، الجيش عظيم ومحترم والشعب مع الجيش والجيش مع الشعب إلى آخره. فقال إحنا هنا في البحرين نشعر بالأمن والأمان ونبيت آمنين مطمئنين على أنفسنا طالما أن الجيش المصري بخير وسلام. الحقيقة كلمة هزتنا كلنا، إزاي الناس في البحرين وإزاي ملك البحرين نفسه جلالة الملك حمد يقول يعني عن الجيش المصري إن إحنا في البحرين بننام مطمئنين وآمنين طالما إن الجيش المصري بخير. يعني كلمة رائعة جدا شكرناها عليها الحقيقة، وقعدنا مع رئيس الوزراء في هذا اليوم أيضا يعني جلسة مطولة جدا. فأنا من هذا اليوم وأنا بحمل تقدير خاص جدا لمملكة البحرين ودورها العظيم مع الدولة المصرية وجلالة الملك حمد بن خليفة ملك البحرين ودوره العظيم جدا أيضا مع الدولة المصرية والشعب المصري، والعلاقات بيننا علاقات ممتدة منذ مئات السنين، وبيننا تبادل تجاري وبيننا تبادل ثقافي وعلمي، وإحنا دولة واحدة وشعب واحد وقرار واحد ومستقبل واحد إن شاء الله. فصادق العزاء لشعب البحرين وصادق العزاء لجلالة ملك البحرين، وإنا لله وإنا إليه راجعون. كمان برضه يا شيخ مظهر يعني صدمنا في على المستوى الوطني أيضا رحيل ووفاة الكاتب الصحفي المغفور له إبراهيم سعدة، طبعا رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم ورئيس التحرير أيضا السابق. فطبعا احنا في هذا بنعزي المجتمع الصحفي كله، بنعزي نقابه الصحفيين، وبنعزي مؤسسه اخبار اليوم، وبنعزي اسره الراحل الكريم الكاتب الكبير ابراهيم سعده. ويعني نعتبر برضو ايضا هذه التعزيه من قبل قناه المحور وعلى راسها الدكتور حسن راتب وفضيله الشيخ مظهر ومعهم انا طبعا وكل العاملين في قناه المحور، بنتقدم الى الاسره أسرة الراحل الكريم الكاتب الكبير إبراهيم سعدة بخالص العزاء، ونشارك كل المجتمع الصحفي وكل الصحفيين، وليعتبر الجميع أن هذه التعزية هي مواساة للكل ونيابة عن الكل. وأيضا نتمنى للراحل الكريم يعني الراحة في مثواه الأخير إن شاء الله. رحمهم الله رحمة واسعة، وأنا أتضمن مع أبونا أثناسيوس في تقديم واجب العزاء نيابة عن قناة المحور والدكتور حسن راتب وبرنامج الصادقان وكل أسرة المحور والصادقان للأسرة الصحفية في مصر، نقابة الصحفيين ودار أخبار اليوم وكل الدور الصحفية في مصر والعاملين في دار أخبار اليوم، وإلى أسرة الراحل الأستاذ إبراهيم سعدة غفر الله له ورحمه رحمة واسعة. وإنا لله وإنا إليه راجعون. يمكن الخبر الأول اللي احنا عايزين نبدأ به فقرتنا الخبرية في هذه الحلقة، إنه نظمت مجموعة من مجلس النواب جلسة حوار مجتمعي بيضم كافة أطياف المجتمع من المسؤولين والتنفيذيين وأعضاء مجلس النواب والخبراء وأصحاب الشأن حول ضرورة العمل على مزيد من الاهتمام لتشجيع السياحة، والذي يشمل تطوير المناطق الأثرية وعلى رأسها مسار رحلة العائلة المقدسة إلى مصر، وأيضا تطوير منطقة الأزهر والحسين ومنطقة مصر القديمة، ودول أحد أهم المناطق السياحية في مصر، والوصول إلى إطار عام وخطة عمل ذات أهداف وتوقيتات. تعالوا نتابع تقرير عن الجلسة المجتمعية اللي حصلت دي ونرجع نكمل معاكم تاني، تابعونا.
حصلت مصر على دعم غير مسبوق من بابا الفاتيكان باعتماد نقاط العائلة المقدسة ضمن الحج لملياري مسيحي على مستوى العالم. المسار ده طبعا مش بيهم المسيحيين بس، ده بيهم كل الناس في العالم، وزي ما حضرتك حضرت وشفت قد ايه الموضوع ده مهم بالنسبة لمصر وازاي العالم كله مهتم بيه، لانه فعلا سياحة بيسموها spiritual، يعني مش بس دينية، روحانية، تهم ملايين من البشر في العالم وتهمنا احنا في مصر مسلمين ومسيحيين. المشروع ده انا بسميه مشروع المئة مليون، ده مشروع شعب مصر، مش مشروع دولة ولا حكومة، مشروع شعب هيأتي بثماره اول ما الامور كلها تتحط على الخريطة مظبوطة ويبقى فيه لمسات حقيقية، زي ما لمسنا كده في الفترة اللي فاتت ان المرحلة الاولى اللي هي بتشمل أديرة وادي النيترون سواء كان البراموس أو السريان أو الأنبابشوي، أعتقد أن الطرق هناك أصبحت ممهدة. إنما أي مشروع علشان تقدر توصل فيه لأن يكون مشروع بتخاطب بيه سياحة عالمية، وخاصة أنت بتخاطب أكتر من 1,300,000,000 كحج مسيحي زي ما دعا بابا الفاتيكان. بمناسبة هذا الاجتماع أنا الحقيقة أثرت نقطتين. مسار العائلة المقدسة باعتباره يعتبر من التراث غير المادي باللغة الإنجليزية المعروفة في اليونسكو intangible culture، دي الفرع الخاص اللي منوط به هذه المسألة على مستوى العالم وتبع اليونسكو موجود في كوريا. فأنا يعني لفت نظر أخواننا المختصين بأنهم يبقوا على اتصال بهذا الفرع، لأن أنا سبق تعاملت معهم وأنا محافظ القليوبية وقدمنا حاجة كويسة ويمكن كسبنا موقع متقدم معهم ولا زالوا على صلة بي لأن أنا معهم في مجلس الأمناء. ده مشروع وطن، يعني المشروع بتتقدم فيه مصر قومي، بتتقدم به مصر للعالم الخارجي لتعكس صورتها الحضارية ولإحياء مسار هو المسار الأكثر طولا على المستوى العالمي والأهم فيما يتعلق بالعائلة المقدسة. فنحن أمام أثر تاريخية وأيضا تراث إنساني فريد نقدمه بكل فخر للعالم، ونتغلب على العقبات التي تواجهه بفضل المشورة المشتركة والتعاون بين كافة الجهات. إحياء مسار العائلة المقدسة فرصة واعدة لمصر تثبت من خلالها رسالة عالمية تعبر عن احتضانها واحتوائها كل الديانات، وإضافة تاريخية لمكانة مصر السياسية والحضارية والاقتصادية. دي عبارة عن نوع من الحوار المجتمعي بين المتخصصين في هذا المجال. كون المشروع مهم قوميا لأهميته على أنه أكبر مسار تنموي حاليا موجود في مصر، يعتبر مشروع القومي لوزارة السياحة ولمصر كلها. 25 موقع تنمية، يعني 25 مجتمع فقير ومهمش ممكن يتنموا أساسهم النشاط السياحي. يمكن دي أهميته فعلا، أن احنا كلنا بما فينا ممثلي كافة الوزراء وشركات التنمية، وزارة السياحة موجودة، وزارة التنمية المحلية موجودة، المحافظات المعنية والمحليات كمان أهم ما فيها المجتمع المحلي والجمعيات المهتمة وذوي الشأن والكنيسة المصرية ممثلة في هذا الاجتماع. هذا الموضوع من الموضوعات المهمة جدا. احنا كمنطقة شرقية وكمحافظة بنولي هذا الموضوع اهتمام كبير جدا. انا عندي مثلا في المنطقة الشرقية في المطرية عندنا كنيسة العائلة المقدسة، وعندنا شجرة مريم موجودة في المطرية، وعندنا مسلة المطرية. يعني في كثير من الأماكن السياحية إن شاء الله واللي هتوضع في خريطة السياحة إن شاء الله في الفترة القادمة. اللي احنا وصلنا له النهاردة الحمد لله، احنا في يعني حاجات كتير قوي على أرض الواقع تمت بإذن الله. شغالين بقى في شوية الحاجات اللي هي المتبقية، ان احنا بس نعمل التشغيل التجريبي للموضوع. احنا كنا حاطين نفسنا 2019 ان شاء الله كتارجت لبداية التشغيل التجريبي، وإن شاء الله بإذن الله الكلام ده يتم بإذن الله. ودورنا بقى إحنا كمرشدين ومنظمين برامج إن إحنا نبتدي نشجع الناس إن هي تزور الأماكن دي، وإزاي نقدر نحطها في برامج
فيعني ان شاء الله بعد النهارده الواحد شاف يعني اذا عرف هم الاماكن هم اوريدي خلاص جاهزه لاستقبال السائحين، وايه الاماكن اللي هي هتبقى ان شاء الله خلال الكام سنه جايين برضو تبقى في الخطه ان هي تبقى في مسار العائله المقدسه. تعد السياحه من اهم مصادر الدخل القومي وقاطره تنميه الدول، لذا اقامت اللجنه الاقتصاديه بمجلس النواب ندوه تضم لفيف من المعنيين بملف مسار العائله المقدسه للوقوف على ما تم انجازه في هذا المشروع القومي. إيهاب العدوي، الصادقان، قناة المحور. اهلا بحضراتكم. طالما قدمنا العزاء للاسره الصحفيه لا يفوتنا ايضا ان نقدم العزاء للاسره الفنيه. عزائنا وعزاء برنامج الصادقان وقناة المحور والدكتور حسن راتب وكل العاملين في المحور للاسره الفنيه في مصر في وفاة الاستاذ الفنان محمود القلعاوي ووفاة ايضا الاستاذ الفنان الكبير حسن كامي. طبعا العزاء لاسرتيهما وللاسره الفنيه في مصر، ربنا يرحمهم رحمه واسعه ويسكنهم فسيح جناته ويلهم اهلهما الصبر والسلوان باذن الله تعالى. برعايه فضيله الامام الاكبر الدكتور احمد الطيب شيخ الازهر، نظمت هيئه كبار العلماء بالازهر الشريف الاثنين الماضي الملتقى الاول لهيئه كبار العلماء بحضور نخبه من العلماء والمثقفين والشباب لمناقشه اهم القضايا التي تهم المجتمع بعنوان الاحكام الشرعيه بين الثابت والمتغير. في بدايه الندوه اكد استاذ دكتور نصر فريد واصل عضو هيئه كبار العلماء ان الاسلام والسلام وجهان لعمله واحده، وانه من الثوابت في الاسلام حفظ النفس البشريه وحريه العقيده والحفاظ على وحده الامه الاسلاميه وعدم تفرقها. من جانبه ايضا قال الدكتور علي جمعه عضو هيئة كبار العلماء إن الخروج عن الجماعة العلمية يحدث الفتن بالمجتمع، مشيرا إلى أهمية التفريق بين النص المقدس وبين الاجتهاد الذي هو نتاج فكر بشري، كما يجب معرفة الفرق بين النص القطعي والظني، فيما بين الدكتور عبد الهادي زارع الأستاذ بجامعة الأزهر أن الأزهر لا يشرع أو يفرض نصوصا جديدة، إنما هو مبلغ عن الرسول صلى الله عليه وسلم في الأمور الشرعية، مضيفا أن منهج الإفتاء والتصدي لها يقوم على الاتباع. أيضا خبر آخر، أنه أكد مصدر أمني أن قوات الشرطة نجحت في تصفية والقبض على عدد من مرتكبي مذبحة دير الأنبا صموئيل التي وقعت في أول نوفمبر الماضي، وأسفرت عن استشهاد 7 أقباط وإصابة 18 آخرين. وأكد المصدر أن الشرطة استطاعت الوصول إليهم من خلال الهواتف المحمولة التي تم سرقتها من الشهداء الأقباط، ونجحوا في الوصول عن طريق أرقام كود الهواتف حيث تم تحديد موقعهم في نطاق الظهير الصحراوي بمحافظة المنيا. وأيضا كان معهم قوة مدعمة من أجهزة الشرطة في المنيا والقوات الخاصة والأمن الوطني. قامت جميع هذه القوات بمداهمة موقع هؤلاء الإرهابيين وتصفيت عدد منهم والقبض على آخرين والعثور على بعض المسروقات الخاصة بالأقباط الشهداء. ومن المتوقع أن تصدر وزارة الداخلية بيانا تفصيلي بالواقعة، يتزامن هذه العملية مع إحياء ذكرى 40 لشهداء دير الأنبا صموئيل الذي أقيم السبت الماضي بكنيسة الأمير تدرس الشاطبي بالمنيا. وسبق أن نشرت الصحف عقب الحادث بيوم عن تصفية الشرطة ل 19 إرهابيا بالإشارة إلى تورطهم في حادث دير الأنبا صموئيل، وأيضا عدد من العمليات الأخرى، ولكن لم يصدر بيان من الداخلية يؤكد ذلك آنذاك. ولكن المصدر أن العملية التي تمت خلال الساعات الماضية ضد هذه العناصر أكدت تورطهم في مذبحة الدير، وتم رصد ما يثبت ذلك من مسروقات تخص الضحايا، وسوف يتم الإعلان عن ذلك بشكل مفصل من قبل وزارة الداخلية في عملية الثأر. حقيقة أنا عايز يعني أتقدم بشكر خاص جدا لوزارة الداخلية، شكر خاص جدا للسيد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية وكل المسؤولين في وزارة الداخلية، وخاصة المساعدي الوزير وأيضا العاملين في جهاز الأمن الوطني. احنا شايفين وملاحظين جدا ان هناك تتبع للمجرمين بعد كل عملية بتتم، هناك تتبع وهناك إنجاز وهناك سرعة قبض وسرعة ملاحقة لكل المجرمين. يمكن شفنا انه تم القبض على المتسببين في دير الأنبا صموئيل، وشفنا كمان تم تصفية البعض منهم قبل كده،
وشفنا كمان تم القبض على والوصول والقبض على المتسببين في المشهد الخليع اللي كان فوق الهرم. الحقيقة الداخلية شغالة شغل كويس جدا، سواء فيما يخص العمليات الاستباقية، المعلومات اللي بتجيلهم وتتبع هذه المعلومات لمنع حدوث الجريمة مسبقا، وده واضح جدا على مستوى مصر كلها. الحمد لله العمليات الإرهابية انعدمت تماما الحمد لله رب العالمين. كنا كل يوم جمعة نلاقي مشكلة، كل يومين نلاقي تفجير، نلاقي كذا. النهاردة الحمد لله مصر بقت آمنة مطمئنة بنسبة 100% الحمد لله. في عمليات فردية بتتم، لكن بيتم أيضا ملاحقة المتورطين في هذه العمليات الجنائية اللي بتتم هنا أو هنا أو هنا. فأنا بشكرهم شكر خاص جدا، وزارة الداخلية، وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، مساعد الوزير، مدير الأمن على مستوى الجمهورية كلها، جهاز الأمن الوطني ورجاله المخلصين اللي الحقيقة لولا جهودهم المضنية وشغلهم ليل نهار 24 ساعة ما كانتش مصر وصلت لهذه الحالة من الأمن والاستقرار والأمان. فأنا بحييهم يعني باسمي أنا شخصيا، وباسم أيضا أبونا أثناسيوس رزق، وباسم قناة المحور والدكتور حسن راتب وكل العاملين في القناة وبرنامج الصديقان. في خبر تاني معنا، اختتمت أمس الخميس فعاليات المؤتمر العلمي الدولي الثاني للعلوم الإسلامية ودورها في ترسيخ القيم المجتمعية، والتي نظمته كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنين بالقاهرة برعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر وأستاذ دكتور محمد حسين المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر الشريف. طبعا شارك في المؤتمر ده علماء وباحثين من الدول العربية والأجنبية، وبعد جلسات الحوار والنقاش حول ما تم طرحه من بحوث خرج المؤتمر بمجموعة من المقترحات والتوصيات، أهمها 1 توجيه الباحثين في العلوم الإسلامية نحو تجديد الفكر الإسلامي وتنمية الوعي وترسيخ القيم ومعالجة ما يواجه الأمة من مشكلات، 2 تسليط الأضواء من خلال البحوث والدراسات على المعاني الإسلامية والقيم المجتمعية التي رسخها الدين الإسلامي الحنيف، 3 مراعاة القيم الأخلاقية والمعاني الإسلامية داخل المجتمع عند وضع المناهج الدراسية في مراحل التعليم المختلفة، 4 توجيه القائمين على الأعمال الأدبية والفنية المقروءة والمسموعة والمرئية إلى مراعاة القيم وتقاليد المجتمعات وعادتها. أنا فضلتك كنت موجود في أنا بشرف الحقيقة أن أنا حضرت هذا المؤتمر افتتاحه وقابلت الحقيقة نخبة مميزة جدا من السادة العلماء من مصر وخارج مصر المشاركين في هذا المؤتمر. وأنا يمكن بصفتي أحد خريجي كلية الدراسات الإسلامية العربية جامعة الأزهر بنين بالقاهرة، دي الكلية اللي أنا اتعلمت فيها 4 سنين يعني ليسانس، وبعدين 2 سنين دراسات عليا، وبعدين 5 سنين ماجستير، وبعدين 10 سنين دكتوراه. بنتكلم من عام 93 للنهارده، بنتكلم في كام سنه يا ابونا؟ يعني النهارده دخلنا في 2003 2013 بنتكلم في 25 سنة. يعني علاقتي بهذه الكليه ممتده لتقريبا 25 سنه، ربع قرن من الزمان وربع قرن من عمري انا في هذه الكليه العريقه جدا كليه الدراسات الاسلاميه العربيه. انا بشكر من يعني شارك ونظم واشرف هذا اللقاء واعد هذا المؤتمر المشرف للازهر والمشرف لكليه الدراسات الاسلاميه العربيه، وعلى رأسهم طبعا السيد الدكتور الأستاذ الدكتور جادل الرب أمين عميد الكلية رئيس المؤتمر، والأستاذ الدكتور عوض وكيل الكلية، والأستاذ الدكتور حسن أيضا القصبي وكيل الكلية، وكل الإخوة اللي شاركوا في المؤتمر في اللجان وتنظيم اللجان والاستقبال والتسكين وإلى التنقلات إلى آخره، والطلبة اللي شاركوا كمان بشكرهم شكرا جزيلا. قعد يومين المؤتمر يومين أربع وخميس على خروج هذا المؤتمر، واضح بصراحه نجاح بهذا الشكل الناجح من التوصيات الجميله اللي خرج بها المؤتمر، واضح انه كان التنظيم كمان احنا بنعاني في مصر يا بنا من ازمه اللي هي ازمه تنظيم المؤتمرات، نجيب الناس ونسيبهم كده جوه. لا الحقيقه هذا المؤتمر كان مؤتمر مثالي في التنظيم، مثالي طبعاً. واللي عجبني اكتر ان كان فيه مشاركه من الطلبه، يعني اللي كان بيقدم مؤتمر احد الطلبه في الله الكليه، الله جميل. واللي بيستقبل الناس ويدخلهم ويقعدهم وبتاع بعض الطلبه، فكان في حاله من يعني التجانس والتفاعل بين الطلبه وبين الاساتذه وبين المعيدين وبين الاساتذه، فدي حاله انا يعني سعيد جدا بيها طبعا. ناقص ده غير انه شارك في المؤتمر، إلى الاعمال الايجابيه طبعاً للمؤتمر، يعني مش طبعاً بس كان ماده علميه فقط ولكن له جوانب اخرى طبعاً، كان وراه جهد كبير وتجهيز كبير وشارك فيه كل الفعاليات وكل اطياف اللي في الكليه، ده صحيح. نجاح حلو دكتور يعني جاد الرب امين عميد الكليه، دكتور عوض اسماعيل وكيل الكليه، الدكتور حسن
القصبي وكيل الكلية، له مني كل شكر وتقدير على يعني نجاح هذا المؤتمر اللي أنا بشرف الحقيقة أن أنا كنت موجود فيه. فاصل، وبعد الفاصل نستكمل معكم الأخبار وأيضا فقرتنا الحوارية بإذن الله. إن شاء الله. عودة مرة أخرى أعزائي مشاهدي برنامج الصديقان في قناة المحور لأخبارنا الموجودة النهاردة في هذه الحلقة، حيث انطلقت مساء الثلاثاء فعاليات مؤتمر باريس الدولي لمواجهة الإرهاب والتطرف بمشاركة ممثلين عن الأزهر والكنيسة المصرية وأيضا أعضاء بمجلس النواب المصري ومنظمات المجتمع المدني وسياسيين وممثلي الكنائس الشرقية لبعض دول المنطقة ومنها مصر والعراق وسوريا ولبنان. مثل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية نيابة الأنبا أنجيلوس أسقف شبرا الشمالية نيابة عن البابا طوادروس الثاني بابا الإسكندرية، وألقى نيابة الأنبا أنجيلوس كلمة بعنوان دور الكنيسة القبطية في قضية المواطنة للمسيحيين وأشكال التمييز لغير المسلمين. بينما مثل الأزهر الشريف في المؤتمر الأستاذ الدكتور عبد المنعم فؤاد أستاذ الثقافة الإسلامية، وألقى كلمة نيابة عن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الجامعة الأزهر الشريف بعنوان دور الأزهر في مواجهة أيضا الفتن والمؤامرات في المنطقة. أكد الأنبا كيرلس المفوض من بطريرك الكاثوليك لحضور المؤتمر أن مصر بلد للتعايش والسلام، وخير دليل على ذلك زيارة بابا الفاتيكان لمصر. وتناول المؤتمر واجبات المجتمع الدولي والمساعدات والوسائل لتجنب استغلال الدين والفقر من قبل المتطرفين وطرق حماية مسيحي الشرق لضمان سلامتهم وتجنب مغادرة بلدانهم الأصلية. وفي ختام المؤتمر أصدر المشاركون وثيقة تحت عنوان إعلان باريس الدولي ضد التمييز والعنف. أرى أن هذا المؤتمر بكل هذا الحشد وبكل الأسماء الجميلة الرنانة ذات القيمة المجتمعية التي حضرت وشاركت في هذا المؤتمر، إنما سوف يكون لهذا المؤتمر آثار إيجابية قريبة على مجتمعنا وعلى الشعوب الموجودة في المنطقة بإذن الله. معنا على الهاتف الأستاذ الدكتور عوض إسماعيل وكيل كلية الدراسات الإسلامية العربية بنين بالقاهرة لشؤون التعليم والطلاب. أستاذ الدكتور عوض تحياتي يا فندم. تحياتي ليك يا دكتور مظهر. و أبونا أثناسيوس مع حضرتك، أبونا أثناسيوس معايا هو في البرنامج بيرحب بحضرتك. مرحبا أهلا وسهلا. سعداء بوجودك يا دكتور عوض، وبنسمع عنك كتير طبعا، وإحنا سبق والتقينا في أكثر من مناسبة، وعلى أمل إن شاء الله نلقاك في القريب العاجل في هذا المحفل، محفل الصديقان في قناة المحور إن شاء الله. إن شاء الله، ربنا يبارك فيك. إن شاء الله. مؤتمر كلية الدراسات الإسلامية العربية الثاني والذي عقد يومي الأربعاء والخميس الماضي، الحقيقة أنا اتكلمت عنه من شوية، لكن أحب أسمع من حضرتك الرسالة التي أردتم من خلال هذا المؤتمر إرسالها إلى المجتمع، سواء المجتمع المصري أو المجتمع الدولي، وأهم التوصيات من وجهة نظر سيادتك. هو أولا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد شاكر لك يا دكتور مظهر لهذا الاتصال لبيان أهمية هذا المؤتمر الذي يأتي في إطار مجموعة من المؤتمرات المتتالية والمتتابعة في جامعة الأزهر العريقة وفي جنباتها وفي رحابها، برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وبدعم من معالي الأستاذ الدكتور المحرصاوي رئيس الجامعة. وكان يعني منذ 3 أسابيع كان هناك مؤتمر لكلية البنات الإسلامية شقيقتنا، كان عن الفقه المقاصدي في الشريعة الإسلامية أو مقاصد الشريعة الإسلامية، وهذا العنوان كان عنوان من عناوين طيبة جدا، وكان فيه بحوث يعني من جميع بلاد العالم العربي والإسلامي، والحمد لله رب العالمين لقي صدى واسعا بالنجاح. تبعه هذا المؤتمر الذي انتهينا منه بالأمس، وكان بعنوان العلوم الإسلامية ودورها في ترسيخ القيم المجتمعية. وكان الهدف من إقامة هذا المؤتمر في الحقيقة بيان أن العلوم الإسلامية كلها، سواء كانت علوم الشريعة أو علوم أصول الدين، وفي القلب منها طبعا علوم اللغة العربية التي هي مفتاح
لفهم وتدبر النصوص القرآنية والنصوص النبوية. الغرض طبعا كان يعني مجموعة أهداف، لكن أهم هذه الأهداف نريد أن نقول للناس، أن نقول للناس جميعا إن الدراسات الإسلامية والبحوث التي يقوم بها الباحثون والعلماء في مصر وفي خارج مصر المهتمون بهذا الشأن على المستوى المحلي والمستوى الدولي والعالمي، نعم، أن هذه البحوث لابد أن تكون ثمرتها واحدة. هذه الثمرة هي أن, 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 أن تأخذ بأيدي الناس إلى مجموعة القيم، صحيح، والأخلاقيات، صحيح، الإنسانية والدينية والاجتماعية والقيم والمبادئ التي تقوم على ما يسعد الناس في حياتهم. صحيح. ما فيش سطر يا دكتور مظهر. وكان طبعا الحقيقة العناوين، ولعل حضرتك يعني استمعت إلى بعضها في يعني شفت حضرتك ربنا يبارك في عمرك، ويعني لعل هذه العناوين كلها يعني في غاية الرقة وفي غاية الروعة وفي غاية الجمال، ويعني هذه العناوين فعلا خادمة لهذا الموضوع وهادفة إن شاء الله تبارك وتعالى إلى أن يضع الناس أيديهم إلى هذا المعنى الذي قصدنا إليه، نعم، وهو أنه ليس هناك سطر واحد من البحوث التي تكتب من أناس جادين مخلصين لدينهم ولأوطانهم ولبلدانهم، ليس هناك سطر واحد إلا وفيه دعوة، نعم، إلى قيمة معينة، قيمة، صحيح، خلقية معينة، قيمة تأخذ بأيدي الناس إلى بر السعادة والأمان. صحيح. نريد أن نقول للناس إن الدين الإسلامي وعلوم الدين الإسلامي كلها ليست منفكة عن واقع الناس ولا عن حياتهم، نعم، ولا عن سعادتهم، إنما هي آخذة بأيديهم إلى مجموعة القيم والأخلاق والمبادئ، قيمة العمل، قيمة الإنتاج، قيمة الإخلاص، قيمة الوفاء، قيمة الصدق، نعم، قيمة المحبة فيما بينهم، نعم، قيمة الضرب في الحياة في الأرض يمينا وشمالا، نعم، اسعى لكسب الرزق ولكسب والاكتساب العلم من أي مكان يسير الله جل وعلا لك في الأرض، ما دامت هذه التحركات وما دامت هذه الانطلاقات كلها في إطار هذه القيم وهذه المبادئ التي لا يختلف عليها دين بالمناسبة. صحيح. يعني كل الشرائع السماوية داعية إلى هذه القيم. نعم. يعني لأن الله تبارك وتعالى هو الذي خلق الخلق وهو مدبر شؤونهم. نعم. وهو الذي يعلم ما الذي يسعدهم وما الذي يزعجهم وما الذي يقلقهم. نعم. وما الذي يأخذ بأيديهم إلى بر السعادة والأمان. نعم. ليست هناك قيمة على الإطلاق تكون مضادة لما يطلبه الإنسان في حياته. صحيح. صحيح. كل الأديان السماوية، نعم، داعية إلى هذه القيم وإلى هذه الأخلاقيات والمبادئ التي تجعل الناس يحيون حياة السعادة وحياة الأمن وحياة الاستقرار، نعم، وحياة الانطلاق في هذه الحياة الدنيا، نعم، حتى يصلوا إلى بر السعادة وبر الأمان ويفوز برضا الله تبارك وتعالى. نعم. هذا هو المقصود، يعني هذا هو الهدف أو كما يقولون كبد الحقيقة الذي قصدنا إليه من عقد هذا المؤتمر. نعم. نريد أن نقول للناس جميعا إن العلوم الإسلامية كلها وإن الدراسات الإسلامية كلها وإن البحوث التي تنتجها قرائح المفكرين والباحثين من العلماء المخلصين العابدين الذين لا يدفعهم هوى يا دكتور مظهر. نعم. نعم. والكلام لأبونا. طبعا. يعني ولكل المستمعين والمستمعات. نعم. يعني نريد أن نقول إن ليس هناك عالم مخلص يحب دينه ويحب وطنه ويحب مجتمعه يأخذ بأيدي الناس إلى طريق فيه ما يزعجهم، فيه ما يقلقهم. طيب. فيه طيب يعني انا استمعت في المؤتمر، كنت حاضر في الافتتاح المؤتمر، الى كلمات الساده الضيوف اللي كانوا على المنصه، من اول سياده العميد دكتور جاد
الرب امين. الى طبعا مرورا بقى بالدكتور احمد عمر هاشم، الدكتور علي جمعه، الدكتور سعيد نائب رئيس الجامعه سعيد عامر، الدكتور ابراهيم الهدهد. والحقيقه كانت كلمات كلها كلمات رائعه جدا وهادفه وموجزه. وطبعا لا يفوتني ان انسى يعني ان كلمه الدكتور الهدهد كانت كلمه الحقيقه يعني موفقه جدا، وهو يتكلم عن اللغه العربيه وعن انه لماذا يحب لغته العربيه. وددت يا دكتور عوض انه يعني هل سيتم تفريغ هذه الكلمات كلها والبحوث التي تضمنها هذا المؤتمر في مجلد كبير مثلا يستفيد منه الباحثون مستقبلا ان شاء الله؟ طبعا تعرف حضرتك ان هذه الكلمات التي تكلم بها كل الذين ذكرتهم بارك الله فيهم وحفظهم الله ورعاهم، امين. والكلمات التي كانت بالامس ايضا كلمات الختام، هذه كله بيفرغ ويطبع ويكون في المجلد الذي يصدر عن المؤتمر كل البحوث الذي يشتمل على كل البحوث التي ده رائع جدا. وده الحمد لله يعني حتى المؤتمر الماضي لو حضرتك شرفتنا ان شاء الله الكليه لك نسخه عندنا ان شاء الله من المؤتمر الماضي موجوده تمام عباره عن مجلدين بفضل الله عز وجل. وبنى اسناس يصلح نسخه طبعا يعني حضرتك لما تيجي ان شاء الله لك نسختان ان شاء الله خلاص ان شاء الله. لان انا شايف دكتور عوض انه يعني البعض يحضر المؤتمر والكثير لا يحضر المؤتمر فاذا استطعنا ان احنا نوفر هذا المجلد في المكتبات العامة في معرض الكتاب، يعني لو تشارك كلية دراسة إسلامية عربية مثلا في المعرض القادم للكتاب وهو فضله تقريبا شهر من دلوقتي بالبحوث والحوليات اللي عندها في معرض خاص بها هي والبحوث وده فعلا يا دكتور مظهر اللي تم العام الماضي كان مشيخة الأزهر كان ليها جناح خاص بي كان ليها جناح خاص بكل إصدارات الجامعة من الحوليات والدوريات ومجلات المؤتمرات. وكمان في حاجة تانية بشرك بيها انه يعني مثل هذه البحوث بتنشر على موقع الكلية على موقع الجامعة طبعا وعلى موقع الجامعة والحمد لله رب العالمين يعني. وهذه طفرة من الطفرات التي خططها يعني اخذت فيها خطوات واسعة جامعة الازهر ان كل حوليات الجامعة على مستوى الكليات وعلى مستوى الجمهورية بتنشر الان على موقع الجامعة من خلال البوابة الرئيسية باستطاعة أي إنسان أنه يدخل على بوابة الجامعة ويدخل على الحوليات ويدخل على حوليات ودوريات المؤتمرات. لكن مع هذا وذاك بتطبع جميل البحوث جميل بعد اكتمالها وبتنشر ان شاء الله عز وجل. على كل حال انا بشكر حضراتكم على يعني التنظيم الرائع جدا روعه التنظيم، وعلى اللفته الجميله انه اولادنا الطلبه واخواتنا الصغيرين الطلبه كانوا مشاركين في تنظيم هذا المؤتمر وفي تقديم المؤتمر وفي تسكين الناس فالحقيقه ده كان دور مهم جدا، او انا شايف ان هي لفته رائعه جدا ان انا اعود الطلبه بتوعي على مثل تجهيز وتنظيم هذه المؤتمرات. ده غير كده كمان ده كانوا امبارح معانا الطلاب في وحضرتك برضك كان في اول امس كان في حلقات النقاش في قاعات مناقشه البحوث. فتحنا المجال للطلاب لان هم دول يا دكتور مظهر المستقبل هم دول المستقبل هم صحيح. دول الامل هم دول اللي عايزين نغرس فيهم هذه القيمه صحيح قيمه المحاوره وكيف كانوا يناقشون مع رؤساء اللجان او رؤساء الجلسات البحوث التي كان يطرحها الباحثون من مصر ومن خارج مصر. وكان في هناك فرصه متاحه لابنائنا الطلبه سواء كانوا في الدراسات العليا او حتى في الاجازه العاليه انهم يناقشون ويحاورون لتغرس فيهم هذه القيمه العاليه ويعرفوا يعني ايه مؤتمرات يعني إيه رائع جدا يعني. دكتور عوض انا يعني انا شاكر لحضراتكم وبشكر حضرتك شكرا جزيلا على وجودك معنا في برنامج الصديقان وتوضيح كل هذه النقاط. وتبقى كليه دراسه اسلاميه عربيه يعني هي الكليه العريقه التي تمثل الازهر الشريف في محتواها وفي ما تقدمه للدارسين فيها ان شاء الله. شكرا جزيلا الدكتور عوض اسماعيل وكيل كلية دراسة إسلامية وعربية. نكتفي بهذا القدر من الأخبار عشان ضيوفنا الكرام، هناخد فاصل بعدين نستقبل ضيوفنا الكرام. في معنا تقرير؟ طيب هيكون ضيوفنا بعد الفقرة، احنا هنشوف خبر بتقرير وبعد كده هنستقبل ضيوفنا الكرام بعد الفقرة. الخبر بيقول يعني عقدت منظمة الوحدة العربية
الإفريقية للإغاثة وحقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب أمس الخميس مؤتمر صحفي تحت عنوان مؤتمر الشباب العربي الإفريقي لمكافحة الإرهاب بالفكر المستنير، وذلك بوزارة الشباب والرياضة. يأتي المؤتمر تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وبحضور كل من الإعلامي سامح صفوت واللواء محمود خليفة والمستشار العسكري لجامعة الدول العربية، وهيثم غانم نائب مستشار منظمة الوحدة العربية والإفريقية، واللواء شبل عبد الجواد رئيس منظمة الوحدة العربية الإفريقية في مصر، وعدد من أعضاء مجلس النواب. والمؤتمر كان مؤتمر رائع جدا. تعالوا نشوف هذا التقرير، ثم بعد التقرير إن شاء الله ناخد فاصل ونستقبل ضيوفنا الكرام بعد الفاصل. الأستاذة الدكتورة آمنة نصير، أستاذ الفلسفة الإسلامية عضو مجلس النواب، والدكتور القمص رفائيل سامي الكاهن بإبراشية الفيوم الكاتب بجريدة وطني. بعد التقرير والفاصل نلتقي بهما إن شاء الله تعالى. مشاركة الشباب في تنمية دولهم ورفع ثقافتهم وإعطائهم الدور الكامل في المجتمع يمنعهما أن يكونوا فريسة سهلة في يد الجماعات المتطرفة. بنعمل على التنوير، بنحاول إن احنا طبعا نكافح الإرهاب عن طريق الفكر المستنير. طبعا انتوا عارفين الجماعات الإسلامية بتعمل على استقطاب الشباب عن طريق الدعوة الفردية أو الصداقة، أو إنها تستطيع إن هي تعمل له وظيفة أو تشغله، بحيث إن هو تعمل على محو جميع الأفكار من عقله، يعني للسيطرة عليه سيطرة كاملة، فيصبح انتماؤه ليس للدولة أو الوطن ولكن انتماؤه للجماعة. لمكافحة الإرهاب ورؤية الشباب خلال الفترة اللي جاية، وخصوصا في المنظمة العربية الأفريقية اللي لها دور كبير جدا في توعية الشباب، وأنا بركز على الشباب هنا لأنهم عماد هذه الدولة ومصدر ثقافة وحضارة هذه الدولة. الدولة لوحدها مش هي اللي هتكافح الإرهاب، ولكن كل الناس اللي موجودة حاضرة النهاردة لها دور وعليها واجبات. بالنسبة للمؤتمر وأهدافه، احنا بنتمنى انه هاي المؤتمرات انها تجذب الشباب للتطور والبناء والبعد عن قوى الظلام الأسود اللي بتجر الشباب لخراب البلاد. وهاي الثقافة مو ثقافتنا ولا ثقافة أوطاننا، ثقافة إسلامنا الحنيف والأديان السماوية كلها ترفض التطرف اللي عم بيصير والقتل والذبح باسم الدين. تعد الاستفادة من طاقات الشباب المختلفة الذين يرغبون في الحركة والقيام بأعمال مختلفة يساهم في إبعاد الشباب عن التطرف. طبعا زي ما حضرتك عارف الشباب، واحنا بنهدف للشباب التوعية، ولازم يبقى فيه توعية وصح للبلد. الفترة اللي احنا عشناها الأليمة اللي فاتت، يبقى في توعية للشباب على كل المجالات، مش مجال معين. مكافحة الإرهاب توعية بالفكر المنير، وليس بالسلاح وليس بالعنف وليس بالتعصب الديني، مهما كانت الأديان، مهما كانت مسيحي مسلم يهودي، مش ده اللي يهمنا. كل الأديان حتى بتدعي للسلام. بحب أوجه يعني رسالة للشباب إن هما يعني ما يخافوش من الإرهاب، وما يعني ما يحسوش ان الإرهاب ده حاجة خطيرة وان هم يأذوه، لان بإذن الله هنقضي عليه. فلو اننا توحدنا لأصبحنا قوة كبيرة لا يستهان بها، لو اننا توحدنا في مكافحة الإرهاب لأصبح الله معنا. فرسول البشرية محمد صلى الله عليه وسلم قال: يد الله مع الجماعة. هذا ما نهدف إليه، وهو مكافحة الإرهاب. كفانا فخرا ان أكبر والوزير الأوقاف الأشهر الذي دائما أبدا يكافح الإرهاب بفكره المستنير، ويدعونا نحن أبناؤه ودعاة وزارة الأوقاف المصرية لمكافحة الإرهاب ونشر السلام. الشباب هم ثروة المستقبل وبناة الأوطان. من هذا المنطلق نظمت وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع منظمة الوحدة العربية الإفريقية مؤتمرا تحت عنوان مكافحة الإرهاب بالفكر المستنير، لرفع وعي الشباب المصري لما يحاكى لمصر وشعبها. إيهاب العدوي، الصديقان، قناة المحور. الله أكبر. السيدات والسادة، ورجعنا لكم مرة تاني في الجلسة الحوارية والجلسة اللي فيها مناقشات جميلة وفيها رسائل حلوة بنبعتها من خلال هذه الحلقة إلى كل جموع المشاهدين اللي بيشرفونا وقاعدين قدام الشاشة دلوقتي وبيسمعوا
ويشوفوا برنامج الصديقان اللي ليه طبعا يعني بصمة كبيرة على وجدان كل مواطن حاضر معانا وكل مواطن على مستوى الوطن العربي كله. النهاردة في الحلقة الجميلة اللي احنا فيها دلوقتي والجلسة الوطنية الخالصة اللي بيشرفنا فيها أستاذتنا كلنا الدكتورة أمنة نصير أستاذ الفلسفة الإسلامية وعضو مجلس النواب، وطبعا أنا بختصر مسيرة حياتها في اللقب ده بس، لكن طبعا هي يعني ذات مسيرة حافلة من العمل والإنجاز يعترف بها القاصي والداني. أيضا بيشرفنا في هذه الحلقة قدس أبونا اللي بفرح بيه وبفرح بوجوده باستمرار، قدس أبونا رفائيل سامي يعني كاهن ببرشية الفيوم وأمين لجنة بيت العائلة المصرية أو بيت العيلة في الفيوم، واللي لسه جاي من سفر لسه جاي من أمريكا وإحنا اصطدناه بسرعة وجبناه الحلقة النهاردة عشان خاطر نستفاد بعلمه ونستفاد بخبرته في موضوع الحوار النهاردة اللي إحنا عايزين نتكلم فيه، علشان النهاردة المشاهد الكريم ما يحسش وما يشعرش في لحظة من اللحظات إنه النهاردة مش فاهم حاجة. عايزين نساعد المشاهد ونساعد المواطن، عايزين نفهمه ونحط أقدامه على الطريق الصحيح. أي واحد النهاردة هو قاعد في البيت بيقول هو إيه اللي بيحصل حوالينا، فإحنا النهاردة جايبين اتنين من المتخصصين واتنين من الخبراء واتنين من المفكرين هيساعدونا في وضع الإنسان على الطريق الصحيح ونعرفه إيه اللي بيحصل حواليه وكل الأسئلة اللي بتدور في أذهانه وفي أفكاره. احنا مستعدين النهاردة نفتح الخطوط بتاعت التليفون ونستقبل اي مكالمات لاي واحد بيدور في ذهنه سؤال مش فاهم حاجة حوله، هنستفاد بخبرة وعلم الضيوف بتوعنا النهاردة واللي بنرحب بيهم ونقول لهم منورين برنامج الصديقان دكتورة أمنة أبونا رفائيل، وأعتقد الشيخ مظهر بيشاركني أيضا الترحاب طبعا. أهلا وسهلا منورينا. إيش الله يبارك فيك. أنا حابب أبدأ مع الدكتورة أمنة. الصراع بين القيمة واللا قيمة هو صراع أزلي حقيقة، ولكن في شعور كده عندي انا شخصيا ويمكن عند يعني تشاركيني في هذا الشعور، انه الصراع في هذه الايام بالذات متأجج مر جدا. بحس كده يعني الصراع بين الخير والشر من ايام من ابونا بلاي. ادم عليه السلام. انما اليومين دول بالذات حاسين ان النهارده اصعب من 10 سنين مثلا او من 20 سنة او لماذا تأجج الصراع بين القيمة واللا قيمة في هذه المرحلة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا انا سعيدة إن أشارككم هذه الجلسة رغم إنها تصارعت مع واجبي مع أولادي في البيت يوم الجمعة، معلش بحقهم علينا يعني، لكن أبدا قلت حقكم أنتوا كمان، ده عشان تشرفينا وتنورينا. أنا سعيدة إن يعني أشارككم وأجاوركم وأحاور معكم في هذه الجلسة للأبوات المحترمين. أنا يعني أنتوا عارفين أن جلسة مصرية خالص، أنا ماليش غير لغة دول أهلي حتى الكلمة اللي تتقال سياسيا صنف واحد ولا ما اعرفش عنصر واحد انا ما بحبهاش. لا احنا اهل طبعا. صحيح. يعني لو تاملنا منذ ان جاء عمرو بن العاص واهلي الاوائل في فتره الاضطهاد الروماني وكيف ان هناك عدد كبير اسلم من اقباط مصر جدودنا، فانتوا ما اقدرش الاقي الا اهلي لان اللي جه مع عمرو بن العاص دول كم الف. ولما دخل عمرو بن معاص بروح الإسلام الحقيقية وقال يا بنيامين اللي هو كان كبير القبط في هذا العصر، أخرج وراعي أهلك وراعي أمورك وراعي أيامك. كانت دعوة كلها جمال اللي هو المفروض أن احنا نحييه دلوقتي. صحيح. فده يعني إحياء الجمال بين الإنسان وأخيه الإنسان ده أصل من أصول هذا الدين. صحيح. وللأسف يمكن إحنا دخل علينا في 40 سنة الأخيرة أو 50 سنة الأخيرة ثقافات غريبة لم تكن لا من ثقافة الشعب المصري ولا من تقاليدنا ولا من قيمنا ولا من علاقتنا مع بعض. يعني طبعا معظم الشعب المصري عارف أنا خريجة أمريكا ميشن سكول، مدرسة تبشيرية بتاعت أسيوط. يعني أنا تربيت على إيدين الامريكان ميشن تيتشرز، وخرجتك عالمة إسلامية في البحوث الإسلامية والفلسفة الإسلامية، وهو ده إن أنا جمعت ما بين عظمة الأديان. ولذلك أنا أرى إن ما فيش دين أبدا يحض على الكراهية أو على إفساد القيم أو على ما نطبقه من القيم في صنع الحياة. أنا عايزة أقول مرة الله يرحمه عميد كلية أصول الدين زمان الله يرحمه
في كنا في مؤتمر زي كده مع بعضينا، وبعدين قلت لهم أنا لم أرى في كل القرآن الكريم آية تقول يا أيها المسلمون أبدا. أيها الإنسان على طول. يا أيها الناس. أو الناس. دي دعوة للإنسانية. حتى الإيمان ذكروا يا أيها الذين آمنوا. يا أيها الذين آمنوا. وده يقصد بها كل المؤمنين. ولقد كرمنا بني آدم. صحيح. ما قالش ولقد كرمنا المسلمين أما غيرهم فلا أبدا. لتعارفوا. لتعارفوا يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم إيه شعوبا وقبائل لتعارفوا. فلو إحنا طبقنا عظمة أدياننا والله، وأنا حبي للمسيحية لا يقل عن حبي للإسلام. ده شرط في إيماننا يا دكتور. ده جزء من عقيدتي. ده شرط في إيماننا نحن نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. لا نفرق بين أحد من الرسل. مش حد أحسن من حد. الله ينور عليك. لا نفرق بين أحد منهم. دي مسؤولية. أمال إيه اللي حصل يا دكتورة؟ يعني إيه يعني كل الزخم الجميل اللي أنت بتتكلمي فيه والمرجعية الحلوة والخلفية الجميلة اللي أنت عشتيها طول المسير حياتك؟ النهاردة الشيخ مظهر بيطرح تروحه جميله. طب ايه اللي حصل يعني الصراع؟ ايوه ايه اللي حصل؟ هقول لك. هو اللي حصل مصر بالذات شعب طيع. أيوة. بطبيعتنا. أيوة. ما هو الشعب من النوع اللي هو بتاع علم كلام وبتاع فرق وبتاع عقائد. انا من 30 سنه كتبت كتاب دراسات علميه لقضايا الفرق الكلاميه. طيب. لم اجد فيك يا مصر فرقه كلاميه واحده. مفيش. خالص. كلهم احنا مستوردين. احنا مستوردين الفرق دي. سلسين جدا. حياتنا بسيطه جدا. ايماننا بسيط جدا. انسانيتنا مع بعضنا البعض. انا عشت في قريتي وفي المدرسه اللي اتخرجت منها. عمري ما سمعت كلمه مسلم ولا مسيحي. او ما تقعدش مع المسيح او ابدا او ما تسلمش عليه او ما تعيدش عليه بتاتا. عمرنا هذا الكلام لم أسمعه لا في بيت والدي وبالطبيعة الحال ولا في المدرسة اللي تربيت فيها. طبعا. فيعني أنا إلى الآن ما زال حبايبي اللي تخرجت أنا وهم من البي ام اي سكول دي لما نشوف بعض عارف أشقاء قبلوا بعضيهم. ما كانش زرع بين إحنا. ليه السبب؟ طب السبب نتيجة برضو الثقافة. زي ما قلت لكم احنا شعب طيع. نلتقط بسرعة. تربتنا طرية. تبتلع. علاقتنا بجوار الدول الجوار اللي ما يعرفوش ثقافتنا. طب دي ميزة ولا عيب يا دكتورة أمنة؟ نعم. دي ميزة ولا عيب؟ لا عيب. عيب فينا. عيب طبعا. عدم الصمود فيما نعتقد. الحسن منه. وانتقاء الحسن. الحسن منه. طبعا ده عيب فينا. انا اتمنى ان احنا كيف نفرز. دي رساله برضو نوجهها للشباب. انا عايزه افرز الحسن الايجابي نتشبث به. ايوه. السيء نقذفه خارج عقولنا وخارج ثقافتنا وخارج حياتنا. خصوصا احنا دلوقتي يا سياده الانبا. أيوه. عندنا حصاد مر كتير. ايوه. نتيجه ثورات. نتيجة علاقات مع ثقافات غير ثقافتنا. ومع فقه غير فقهنا. ومع اعتقاد في وسطيتنا الجميلة اللي تربينا علينا عليها طول عمرنا بقيادة الأزهر وهو كان فاعل ويربي المجتمع. كنا يعني ناس فينا الوسطية وفينا البساطة وفينا المحبة. أنا أذكر في قريتنا كانوا يقولوا أبيهم إيش يقولوا أبويا عم الحاج يابا الحاج. ما كانش يعرف كلمة يا عم الحاج دي. مش عم دي في الفلاحين. ابويا فلان ابويا فلان. يابا الحاج. يابا الحاج كذا وكذا. لما كانت تيجي تقول يابا الحاج انا عايزاك انا رايحه مصر اتعالج. واحده كان مع هي واخواتها البنات الثلاثه. فكان ابويا واخد ارضهم اجرها منهم وحاميها لهم من عمهم لانهم ما لهمش اخ ولد ياكلوا. فكانت يا عيني عايزه تروح تتعالج في مصر نفسها تخلف. وكانت طبعا في بالنسبه لاسيوط وموشة عشان تيجي مصر كان رايحه كندا دلوقتي. فجت جايبه ذهبها كده وعقود الارض بتاعتها في المنديل الكروهات المحلاوي بتاع زمان ده. ويابا الحاج انا مسافر اتعالج ربنا يطعمني. عشان نفسي اخلف. فادي دول العقود الارض اللي حضرتك سلمها له بقى. وادي الذهب اذا رجعت اخدهم. اذا ما رجعتش سلمهم للبابا بتاع الكنيسه بتاعنا. دي ست مسيحيه. ما مسيحيه كانت. فكان ابن عمها اديب ده محامي. فكان طول الوقت منتظر ان ينقض على هذه الفدادين. اللي كان عامل لهم حمايه ابويا. شوف حتى انها جايه تأتمن على ذهبها وعلى عقودها. وإذا ما جتش يابا الحاج اديهم لراعي الكنيسة اللي جيب للبلد.
هكذا تربينا في هذا المناخ. الله الله. إنما مجيء هذه الثقافات اللي نتيجة سفر ملايين المصريين لدول الجوار عشان العمل، للأسف عادوا وقد اختلطت معهم ثقافات هذه البلاد بما خصوصياتهم. أهلا وسهلا بخصوصياتهم، هم حرين، هي تليق بأرضهم بتاريخهم بسيكولوجيتهم بنسيقهم المجتمعي، هذا حقهم، لكن ما تلقش بينا احنا، لكن ما نفعتش معانا. هقول لك نموذج بسيط يبين لك. أيام هاجروا من مكة للمدينة وحدث خلط في ثقافة مكة، وخاصة عند المرأة، المرأة المكية كانت زي أهل الصعايدة في قيم، في ثقافة، في شدة. فلما جاءت المكية وهجرت إلى المدينة، عمر بن الخطاب غضب، قال يا رسول الله لقد زأر نساؤنا علينا وطفقنا يقلدنا المرأة في المدينة. في غضب، صوتها عالي، بدأ صوتها يعلى، يعني بدأت تطالب بحقها، مش عارف ايه كده. فمجرد مجيء من مكة بثقافة الصعيدة بتاعتنا وجاءت للمدينة، كانت منطقة حضارية فيها أديان مختلفة وفيها حضارات مختلفة، فيها انفتاح شوي، وفيها انفتاح وفيها تقدم. مكة كانت أقرب ما يكون بشبهها بالصعيد زمان، مش دلوقتي، ولا تتحضروا كلهم. فغضب عمر بن الخطاب رضوان الله عليه، لقد زأر نساؤنا علينا يا رسول الله. يعني زأر يعني صوتهم عيلي علينا. فشوف، طب دي حاجه كويسه ولا حاجه مش كويسه بقى في وجهه نظر؟ هو شافها كويسه، لكنها قد تكون هو شافها مش كويسه، هو غاضب منها، لكن قد تكون كويسه انها بتطالب بحقها، انها اتحضرت واصبحت تطالب بحقها. المرأة رجعت سيدنا عمر وهو بيخطب على المنبر، ايوه، اتحرم ما احل الله يا عمر، احل الله لما قطعته مثلا في الخطبه، لما اراد يقنن المهور، قالت له يعطينا الله بالقنطار وانت عايز تدينا يا عمر بالدينار؟ لا يا عمر، مش هيحصل كده. شوف انت المرأة يعني وصلت لمرحلة من التحضر، احنا دلوقتي احنا انه وقفوا بتعرضوا، ده احنا في تراجع بقى. من؟ عمر النهارده اللي عمل كده في مسجد هتموت من الضرب. ما هو الناس جاهله النهارده، مش عارفين الدين بيعمل ايه، بيقول ايه للاسف يعني. فهنا اختلاط الثقافات مع حضارات مختلفة توجد ما نحن فيه الآن. أنا اديت يا دوب بس مجرد مثال ما حدث من مكة للمدينة، وهي كلها جزيرة عربية زي بعض. لكن حدث إن المرأة المكية غير المرأة في المدينة، كانت مرأة محافظة مطيعة للرجل، يعني فيها زي أهل في الصعيد زمان من 50-60 سنة. فإحنا حدث لنا هذه الطفرة. لا، انت حضرتك يعني لمستي على جزء مهم جدا، وهو ان شعب طيع استقبل الثقافات ايا كان، ولم تكن له الإرادة القوية في الانتقاء لأمرين. لأمرين، عشان اكون تحليلي علمي دقيق. الامر الاول ان هذه الثقافة التي جاءت من بلد النبي عليه الصلاة والسلام، فقبلوها يعني، فتكون لها قيمة يعني اكثر. يعني برضو ما خلي بالك، احنا عندنا امية 45% لدى المرأة امية لا تقرأ ولا طبعا تكتب. طبعا، فلما جاءت هذه الثقافة من بلاد النبي كان لها وقع عليها يعني قوي جدا، اعتقاد ان هي ده الصحيح، وان هو ده واخترت عن ثقافتنا الهينة اللينة الطيعة الحلوة. برضو دور الأزهر كان في الماضي أقوى من الآن في توجيه المنابر، في توجيه الأئمة. أنا لسه في مؤتمر جاي في يناير، فشددت في أحد المحاور إن أنا عايز أعيد إمام المسجد كما كان من 30-40 سنة، اللي يجلس في وسط المصلين ويتحوقل حوله المصلين. عصر الكتاتيب بقى نرجع تاني، دور إمام الإيجابي. المسجد أنا عايزاه يعود بفاعليته اللي كانت من 40-50 سنة، إنه هو يجلس وسط المصلين ويترك لهم الحوار والسؤال والاستفتاء وشكواهم يعطوها، لأن كنا حاسين إن الإمام ده هو رسولهم للحكومة أو لأي أمر يبلغ الصوت بقى، والحكومة إيه
لما تحب تعرف حاجة تلجأ إلى الإمام، كان الإمام بتاع المسجد. آه بالظبط كده. مهما أقول لحضرتك من 40-50 سنة كان قد إيه دور أئمة المساجد في كل هذه المساجد. طيب. وكذلك دور القساوسة يعني في الكنائس. الكنائس. أنا مهما أقولك أنا كانت جارتي اللصيقة بيا مسيحية. أيوة. كنت أعرف منها كيف أن دور الكنيسة اللي عندنا في مدينة نصر الكبيرة دي كيف كان دورها في الأفراح في الأحزان في تنقية السوء أو الخطأ أو الغلط اللي يحدث في البيوت. بالظبط كده. كان لهم دور رائع ده انحسر سواء في الكنيسة أو في المجتمع. طيب. واحد عايز ألجأ أنا نفسي يعني نفس السؤال يا دكتور أمنة عايز أوجهه لأبونا رفائيل، يعني نفس السؤال، ماذا حدث؟ المواطن النهاردة عايش في حيرة، شايف بعض الظواهر الغير طبيعية منها مثلا ظاهرة أو يعني إذا يعني حصرناها في بعض الناس عدم قبول الآخر، مثلا رفض بعض القيم التسامحية بين الأطراف وبعضها. الناس بتسأل إيه اللي حصل؟ ما احنا كنا كويسين من زمان يعني. أنا بس اسمحوا لي قبل ما أبونا يجاوب السؤال ده، علشان بس اللي أنا هقوله مرتبط برئيسة الدكتورة أمنة دلوقتي، وهو مهم ان انا اذكره في دلوقتي حالا في اطاره يعني. الدكتوره أنا اتكلمت كلام مهم جدا في انه احنا استوردنا بعض الثقافات من بعض الدول كانت في وقتها بتظن هذه الدول ان ده هو الحق وهذا هو الدين الاخر، هو ده الاسلام الصحيح. النهارده بعد 40-50 سنه اتضح لهذه الانظمه ولهذه الدول ان ما كانت عليه مصر من 40-50 سنه هو اللي كان افضل، هو الصحيح، بدليل انها تعود الان. الله ينور عليك. تعود الان، هي تغير الان، هي في مناهجها يعني تتغير. المراه اللي كان شغلها حرام النهارده بقت بتشتغل، كانت الرخصه حرام بقى عندها رخصه، كان السواقه حرام بقى عندها سواقه، الفن كان حرام فبقوا بيعملوا دور سينما وبيعملوا كذا. اذا تبين وانتصر الزمن لمصر، وانتصر الزمن للحضارة مصر. هم الآن يقلدون مصر، سبناها ورحنا خدنا من هم ويأخذون من مصر قيادات في هذه تدربهم هناك وتعلمهم هناك. إذا نحن كنا على الحق. صحيح. وإن شاء الله يعني سنبقى على الحق. ودي كانت حضارتنا، كانت حضارة الإنسان. أنا بس حبيت أعمل دي عشان نبقى لكلام حضرتك يعني. هو ده الحضارة الإنسانية التي تتوافق وتتفق مع النفس البشرية. لما قلناها زمان يا دكتورة أيمة أمنة، لما الأزهر زمان قال البنوك حلال وعمل المرأة حلال ومشاركة المرأة في الانتخابات والحلال، كانت نشاز والمرأة حينما تعمل في المؤسسة تكون رئيسة في وزارة أو قضية أو كان حلال، حوربت مصر في هذه المرحلة من هؤلاء. الآن هم يحاولون أن يصلوا إلى ما كنا عليه. بالظبط كده. جناب أبونا تفضل السؤال. أنا آسف قطعت حضرتك. أنا بداية بشكر قناة المحور ورئيسها الأستاذ العظيم حسن الراتب، بشكر برنامج الصديقان فضيلة الشيخ مظهر وقدس أبونا أثناسيوس، ويعني الواجب أن أشكر أيضا السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئاستنا في الكنيسة قداسة البابا تودروس الثاني وفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، وبالنسبة لي ولسيما بالأخص قدس المطران الحبيب لينا كلنا نيافة الأنبا إبراهيم. احنا عايزين برضو يعني مع الشيخ مظهر بنوجه ليه تهنئة. ايوه. بمناسبة الشيخ مظهر ان هو كان اسقف وبقي مطران. مين؟ الأنبا إبراهيم كان اسقف الفيوم. الفيوم. فبقي مطران الفيوم. إيه يعني. ألف مبروك. الشهر الماضي. ألف مبروك يعني. سيادتك يعني مبروك. لا الرئيس بتاعي. من يرأسه في الكنيسة. مسؤول الفيوم يعني. يعني احنا بنتقدم باسم الصديقان وباسم المحور لجناب الأنبا إبراهيم على توليه أو تقلده منصب مطران الفيوم، وأكيد هو جدير بهذا المنصب ونتمنى له التوفيق في المرحلة القادمة إن شاء الله. ويمكن وجود قدس أبونا معانا النهاردة يعني هو خير مثال للفيوم والقادة في الفيوم لكنيسة الفيوم يعني. وأستأذن برضو سيادة الأنبا إن أنا تهنئة بالعيد القادم، عيد ميلاد السيد المسيح عليه السلام، عيد ميلاد المحبة كلها. الله عليك يا دكتور أمنة. عيد ميلاد عظمة السيد المسيح. بأن أنا بحب جدا هذا العيد حقيقة. وفاكرة كده وإحنا كنا نزين الشجر أيام ما كنت في المدرسة، ويعني ده عيد كله فرح وكل سعادة لمن زرع المحبة بين البشر. الله محبة. فدي مسألة مهمة جدا، فأنا بهنئ
كل كنائسنا الغربية والشرقية والمصرية، كنيسة المصرية، لأن أنا بعتبر برضو كنيسة الأرثوذكسية دي كنيستي. وأذكر لما رحت أمريكا السنة الماضية مع البرلمان، فوقف أحد المتنطعين بينقدنا في حاجة، قلت له مش أنت اللي هتعدل على كنيستي، دي كنيستي. الله عليك يا دكتور. ودي أنا أدرى بيها، ووجعها يوجعني، وعدم ترميم هيؤذيني، وبنيانها يهمني. صحيح. عليك دي كنيستي. دي مصر. شكرا لك. شكرا لك. اتفضل يا دكتور. ده حق. احنا حقيقي الدكتوره امنه قالت الكتير وفي الكفايه، وانا سعيد بالجلسه الجميله والحوار الجميل ده هو. بس انا عاوز اقول ان احنا كمصريين احيانا بتختلط علينا بعض الامور. انا كمصري، انا مصري ومسلم قبطي ومسيحي قبطي. أيوة طبعا. فهناك وطنية وهناك عقيدة. أيوة. فالعقيدة ان انا مسيحي، العقيدة ان انا مسلم. أيوة. انما وطنيتي انا مصري. أيوة. صحيح. فنحن كلنا اخوة في وطن بالزبط. واحد بتجمعنا الانسانية، تجمعنا الوطنية، تجمعنا فكرة التوحيد بالاله الواحد. أيوة. تجمعنا امور كثيرة في مصر. المشتركات كثيرة. المشتركات كثيرة. نعم. ولكن هناك فرق حدث أو طفرة حدثت في تربية شبابنا وأولادنا بعد ما ابتدى الاستعمار يدخل لمصر، وابتدى يبث سياسة فرق تسود، فبثوا بعض المعتقدات وبعض الأمور اللي خلت الشباب يفكر في أمور التناحر والتنافر اللي بيحصل ده. أنا من وجهة نظري أن اللي بيحصل ده دلوقتي دي رواسب وبعض المناهج اللي دخلت على شبابنا وعلى أولادنا وعلى أسرنا غريبة عن المصرية وغريبة عن الشخص البسطي. فأنا من رأيي أنا مش عاوز أتكلم لأن الكلام كتر وكلنا بنتكلم والمؤتمرات كترت وكلنا بنحضر مؤتمرات. أنا عاوز نفسي من خلال برنامجكم العزيز المفضل ليا أن احنا نعمل حاجة إيجابية. ليه ما نعملش دعوة لوضع منهج سلوكي وطني لشبابنا وأولادنا منذ الحضانة؟ مشترك. مشترك يعني يجمع بين القيم الإسلامية والمسيحية وهي قيمة واحدة. قيمة يعني واحدة. الصدق هنا وهنا، الأمانة هنا وهنا، يعني لا فرق في القيم. صحيح. مش عاوز كلام. احنا عاوزين عايز نشتغل. تطبيق على أرض. يعني احنا عندنا في بيت العيلة في الفيوم من خلال لجنة الخطاب الديني، أنا وصديقي الشيخ أحمد أنزل حضانة وعندي في الكنيسة أديله يوزع الأولاد. مين ده يا ابونا؟ أقول لهم ده عمكم الشيخ أحمد أو أبوكم الشيخ أحمد. أيوة. أو يعني بيشوفوا أسيس وشيخ في الحضانة. بعد ما الأولاد كانوا يمشوا ورانا في الشارع يحدفونا بالطوب. لا بيحبوكم. دلوقتي فرحانين قوي إنه بيشوفونا. بالمناسبة يمكن ديت يعني فلسفة برنامجنا. يعني أنا بشوف دايما أنه أهم رسالة في هذا البرنامج أن المشاهد هيشوف الدكتورة أمنة مع جناب القس رفائيل، وهيشوف مظهر مع جناب القس أثناسيوس. ومن هذا المنطلق أنا حرصت أسيب الجمعة وأسيب الولاد وأسيب كله. المشهد ده حين ينطبع في عقلية الطفل الصغير يغير كثير. عنده أمور كثيرة كثير. جدا بيتربى على كده. صح. على أن أبونا والشيخ واحد. ده شيء طبيعي. هو حضرتك في لسه بعض الأمور اللي محتاجة تصليح في المجتمع. ودي هبدأها بإيه؟ أبدأها بحاجة عملية. فيها إيه؟ لو أنا مثلا عملت مجموعة في رحلة مشتركة ما بين العائلات الإسلامية والعائلات المسيحية. يا جماعة إحنا هنطلع خط الصعيد نزوره مع بعض. ودي تبقى تحت رعاية تربوية صح، علشان الناس وهي طالعة راكبة الأتوبيس مع بعض هيقضوا ساعتين ثلاثة، يقضوا يوم بحاله، يتعرفوا على بعض، يحبوا بعض. يبقى ندوب الأفكار اللي مش كويسة. النقطة الثانية، أنا عاوز أبث روح الشعور بالمسؤولية نحو المواطن المصري. لأن الكل دلوقتي باتكالي. حتى الموظف في شغل باتكالي. أنا ده بقى مرض سائد في بالزبط. في النسيج المصري. أنا عاوز الاتكالية كده. عاوز أحسس ليه ما عملش دروس خاصة للموظفين للشرطة.
يعني احنا عندنا مشكله في الصعيد بقالها كم يوم، امبارح تقريبا ان امين شرطه خبط واحد وابنه بالرصاص، انت افتح حسني وتموتني في المنيا. يعني انت يعني ليه ما يحصلش توضيح للامور في المؤسسات؟ هو اكيد يعني هو خطا فردي، يعني ده مش منهج الشرطه، كل الشرطه طبعا. واحد غلط هيتحاسب اكيد، زي ما رئيس ما بيحس اتمسك برشوه يعني يعني هنا بيغلط وهنا بيغلط فبس بيتحاسب. يعني هو الفكره انا عاوز اقول ليه ما يبقاش في توعيه بنحطها في اطار الحاله الفرديه بالظبط كده. ليه ما عملش توعيه ما بين المصريين باني انا بحبك وانا مسؤوليتي ان انا احافظ على مشاعرك، مسؤوليتي ان انا احافظ عليك واقدم لك خدمه واقدم لك محبه. وليه ما يحصلش ده كله؟ يعني زمان انا فاكر كنا في ايام عبد الناصر كان بيعمل حاجه اسمها الطلائع في المدارس. اي طبعا الشباب مع بعض نطلع نقعد يوم ننصب خيمه نعمل اكل مع بعض. ما كانش تصدقني، ما كان في حد يفكر ده مسلم ولا ده مسيحي. كنا بنفكر ان احنا عاوزين نعمل حاجه لمصر. فلو احنا بسينا روح المسؤوليه ما بين اولادنا هيطلع من الحضانه انسان مهم. انا هقول لحضرتك، كنت في امريكا وكنت قاعد مع حفيدتي وبصيت لقيتها جايبه ورقه وعماله ترسم، فبقول لها ايه دي؟ قالت ان المستر عندها في المدرسه قال لها ارسمي علشان نتيجه رسمك ده انا هكافئك، بس ترسمي لي حاجه مفيده. فعماله ترسمني وانا قاعد، عماله ترسم التلفزيون واحنا بنتفرج عليه، عماله ترسم امور كتيره جدا. انا حسيت كده ان البنت اللي عندها 3 أو 4 سنين دي اكبر مني، فنانه اكبر مني، شعر بانها عندها مسؤوليه، مسؤوليه ناحيه مدرستها وتشخص الوضع. تعليم ايجابي بيزرع فيه. احنا هنا يعني محتاجين فعلا. انا نفسي من خلال برنامج صديقان يبقى فيه حاجه عمليه. اتبنى برنامج الصديقان رحلات على مستوى المحافظات لشعب مصر. ده كلام رائع جدا. اتمنى ان القساوسه والائمه يدخلوا المدارس مع بعض. ولا طيب. سيما بعد اذن حضرتك الحته دي مهمه جدا. اخش المعاهد الازهريه. ده مش مصري؟ طبعا. وانا مصري وجيراننا في البيوت. ما ينفعش بقى المعهد الازهري يبقى يعني احتقار على يعني برضو في الارياف المشايخ فقط. في الارياف في افكار مش انا معاك، بس انا مضطر اخد فاصل دلوقتي سريع ثم اعود لنستكمل مع سعادتك الحوار. فاصل وبعده نلتقي ان شاء الله. اهلا بكم بعد هذا الفاصل ونستكمل الحوار مع جناب ابونا رفائيل سامي. ابونا جناب القس، كنت بتتكلم على انه احنا من خلال برنامج الصديقات ممكن نقدم زي مبادرات عمليه تساهم في تغيير المفاهيم في المجتمع المصري، ومنها انه يكون هناك زيارات للمساجد والكنائس، زيارات للمدارس والمعاهد الازهريه. ثم قطعناك عند هذا الحد واخذنا فاصل. الان عدنا من الفاصل ولك ان تكمل. ربنا يخليك. انا بشكر حضرتك وبشكر قدس ابونا على الفرصه اللي بتدوها لنا نتكلم فيها نعبر على جوانا. ده شرف لينا. هو الفكره انا عاوز اعمل شخصيه مصريه تشعر بالمسؤوليه ناحيه الوطن وناحيه كل حاجه في الوطن تهمك. صحيح. الشارع ده يهمني، مش شرط بقى كنيسه ولا مسجد، اي حاجه في مصر دي بتاعتي. دي بتاعتي. انت حضرتك المنشآت المصريه مصريه، انا بيتنا كلنا. اخطيت عملت غلطه وانا في امريكا انا مش واخد بالي منها. انا ماسك حفيدتي وماشي بيها كده في الشارع وبصيت لقيت واحده عندها يجي 95 سنه، ست عجوزه جدا، راكبه عربيه وراحت واقفه جنبي. وابتدت بقى تقول لي انك انت كده غلط. انا ماشي صح. ايه الغلط؟ الغلط ايه؟ انك انت ماشي مش في مكان معدل المشي. ماشي على الرصيف، على الطريق مش على الرصيف. لا هي حكومه ولا هي عسكري مرور ثقافه ولا هي حاجه، انما في ثقافه شعور بالمسؤولية ان دي بلدي احافظ عليها. بس سيادتك كان رد فعلك ايه؟ قلت لها ايه؟ اعتذرت.
طيب اصل هو الاشكاليه مش في اللي يقول قد ما هي الاشكاليه في التلقي. ان انت لو في مصر هنا وقلت لواحد انت ايه اللي ماشيك هنا امشي على، يقول لك انت مالك انت، احنا هم متخانقين مع بعض في الشارع ليه بقى؟ لان انت مال اهلك انت، لان احنا ابقى جبت الاهل الكلام. انا احنا ما زرعناش فيهم روح المسؤوليه الوطنيه. دي بلدك حافظها، ما تقدرش ترمي ورقه في الشارع، ما تقدرش يعني ما تقدرش تشرب سيجاره في مكان في حد. ايه اللي بيحصل ده؟ لان الشعور بالمسؤوليه ناحيه الوطن ده لازم بند لازم نغرسه بين ولادنا وبين بتاع البرلمان. ده يحتاج قانون يا سياده. الحاجه الثانيه عاوز اقول للناس كلها، فين المشاركه المجتمعيه نحو ظهار مصر بالمظهر الجميل الحلو الحضاري؟ هو اللي كانوا بنوا الاهرام في مصر زمان كانوا جم من بره مصريين. اسرائيل بتدعي ان هي كانت وهي هنا اتعملت كده كده. طبعا هي كانت في اسرائيل اصلا، ما كانش في اسرائيل اساسا. وطبعا تم الرد عليها شكلا وموضوعا. فانا عاوز اقول المشاركه المجتمعيه ان كلهم هيبنوا بنوا ان هيعملوا طرق عملوا. فكانوا اجدادنا ليهم روح المشاركه ان دي بلد وبلدنا ولازم نعمل فيها حاجه صح. فما كانش حد يقدر بقى يتكلم في طريق خطأ، ما كانش فيه عقل فاضي. هو اللي بيحصل ده ليه؟ لأن احنا العقول فضيت. الشباب دلوقتي انت بتكلمه بيكلمك في ايه؟ عاوز يتكلم في جنس، يتكلم في مخدرات، في رياضة، في فن، ما فيش عقل يفكر ان دي بلده لازم يحافظ عليها. وعندنا مقولة بتقول العقل الفارغ معمل للشيطان. الشيطان يبس حقد، يبس كراهيه، يبس عدم سلام، يبس كل حاجه وحشه. انما لو احنا شغلنا شبابنا بانهم يشاركوا في المجتمع باعمال من اجل مصر ومن اجل بلدنا، دي حاجه هتبقى جميله جدا. النقطه الثالثه، انا عاوز اقول لازم يكون في نموذج حي للاحترام المتبادل والتقدير. دلوقتي انا زي ما كنت فاكر، كنت انا من شبرا فكنت واقف على محطة الترمي مستني ترمي 21 يوديني العباسية. وبعدين لقيت الأستاذ بتاعي جه وقف على المحطة. وقف. أيوه. ببص كده أنا خدت لقيته واقف كده. خدت بعض وطلعت استخبيت. يلا. هركب في الترمي مع إني مستني الترمي بقالي ساعة. إنما هركب مع أستاذي. ومش هتعمل جريمة، أنت هتركب معاه بس يعني. هركب مع أستاذي. فشوف الاخلاق زي ما كانت شغاله. دلوقتي بقى سايق العربيه وتوصك. وانت كنت لسه مديله المحاضره في او في المواصله. ما تقومش اكبر منك، ما يقومش، او يتريق عليك في المحاضره نفسها. بالظبط كده. يطلع عليك. فانا عاوز اقول الحاجات دي ما تجيش من البرامج، من المؤتمرات. ما هو الرئيس السيسي تعبان يعني. لا، نزول الناس تحت. الرئيس السيسي تعبان كل يوم عامل مؤتمر للشباب. طب اللي عمله الشباب ايه من خلال هذه المؤتمرات؟ انا عاوز ابدا من القاعده العريضه. الشباب اللي في الاحياء الشعبيه، الناس اللي عايشه في القرى، ونلقي الضوء على مثل هذه المبادرات. كان كان مفترض كان مفترض انه الانديه اللي موجوده في الاحياء ديت والمراكز الثقافيه اللي موجوده تبقى هي الحضانه لمثل هذه الافكار. كان مفترض ده. انما انا اعتقد النهارده ما فيش مركز شباب ولا فيه النهارده عندنا في الفيوم قصر ثقافي قايم بهذا الدور على الوجه الاكمل. يعني في الفيوم من خلال بيت الثقافة بنعمل حاجات زي كده. نعمل حفلة، يعني أنا الأسبوع اللي فات عامل حفلة للمولد النبوي. وكنت فيها كل الشباب وكل البنات وصبيان وشباب والمسؤولين وحاجات زي كده. عاوز أقول إحنا ممكن نبدأ، بس نبدأ من تحت. اللي فوق ده من الحارة ومن القرية ومن القفر ومن العزبة. اللي فوق ده مش هيوصل. النخبة بقى دول يعني مش هيوفروا أو هيوصلونا اللي احنا عايزينه. عايزين نبدأ من القاع. من القاع، لأن اللي فوق دول أكيد ناس محترمة درسوا وناس شعرة وناس عارفة. مش هيفيد اللي تحت. المعني وهم مش الغالبية كمان، يعني مش الغالبية مش هي الغالبية. يعني حضرتك عندك شوف كام قرية على مستوى جمهورية مصر. طب أنا عايز أقول بس حاجة يا أبونا، نفسك سامحني معلش عشان برضه نفس لو سمحت الشيخ مظهر، عايز بس أسأل حتى برضه دكتور امنه في هذا السؤال ايضا. يعني قلبك، عشان انا شايف يعني كلام قدسك يعني هيمشي في اتجاه معين، فانا عايز ايه اقول الكلمه دي بقى. قلبك بيتوجع قد ايه لما بتشوف مثلا حادث طائفي او حد من ولادنا المسيحيين بيموت، حد من ولادنا المسلمين بيموت نتيجه اخطاء طائفيه بتحصل؟ فانا عايز برضه يعني الى اي مدى هو ده اللي تعب قدسك مثلا؟ او هقول لقدسك ونفس الكلام الدكتوره امنه برضه. انا كدارس في التاريخ او باحث في التاريخ،
عاوز اقول لقدسك حاجه مهمه جدا. البث الصهيوني العالمي زرع الكراهيه في المصريين يكرهوا نفسيهم. مش يكره مش يكره الطرف الاخر، لما يكره نفسه، يكره نفسه، يكره حد من عيلته، يكره بالزبط. حد من قرايبه. يعني اللي دخل في مسجد الروضه في سيناء ودمر المئات ده مش طائفي، ده ارهابي طبعا. كده مين اللي بس فيه كده؟ مين اللي بيبس ان واحد يجي عند كنيسه ويزرع لي قنبله او يخش يبهدل لي الناس؟ ما هو ده مش مصري. ده 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 سحف ثقافي صهيوني دخل الينا، لان احنا واقعين في ظروف اقتصاديه، شايفيننا احنا غلابه معناش. خد واشتغل. فدي مشكله. انا لازم الثلاث حاجات اللي قلت عليهم لازم ادوب كمان فكره البطاله. بطالة. عشان الفراغ ده بيجيب مشاكل. عشان الفراغ بيجيب مشاكل. صحيح. هو انا لما اعمل مثلا مشروعات اتبنى شركات توظيف شباب واولاد وناس كبيره، واعمل مؤتمر واللي عاوز يجي يكتب العقد دلوقتي يشتغل، او الصندوق الاجتماعي. ما احنا عندنا صندوق اجتماعي. قال لي وزاره ما قوة عامله كمان مثلا. فينهم؟ يعني فينهم؟ بيتهم الصندوق الاجتماعي ان الفلوس اللي عنده بيحطوها في البنوك عشان ياخدوا فوائدها ويشتغلوا، ده شغل. بيتهموا ان القوى العامله ما بتعينش دلوقتي الا للمصانع والشركات الخاصه وسايبين الحكومه. انا عاوز اقول احنا كلنا لازم نحط ايدينا في ايد بعض. صحيح. كمصريين خلي الدين ده جواك وجوه قلبك بينك وبين ربنا. بس الشعب تعبان، الشعب انا عاوز اقول احنا لازم نكون ايدينا في ايد بعض كمصريين. اشعر بالمسؤوليه واشعر بالمشاركه الاجتماعيه واشعر باحترام وتقدير الاخر، وبعدين نتحد بالثلاث عناصر دول ان احنا نبعد موضوع البطاله ومد اليد والحاجات دي كلها عن الشباب اللي طالع. طيب احنا قدامنا تقريبا ست دقائق تقريبا. جميل. بقى لنا ساعه قاعدين دلوقتي. ف يعني هنقسمهم نصين. حضرتك يعني ثلاث دقائق والابونا ثلاث دقائق. في الدقائق يا دكتوره امنه، الزحف التكنولوجي وتاثيره، ده اللي كنت عايزه اتكلم فيه. وتاثيره على الشباب وانعكاسه على المجتمع بالشكل اللي احنا شايفينه دلوقتي، شايفاه ازاي؟ شوف يعني انا احنا ما اخترعناش هذه الاجهزه ولا هذه المواقع، ولكننا أسأنا استخدامها وأصبحت مصيدة لقيمنا والأخلاقنا والموروثنا، وأصبح التلاعب العالمي لهذه الحرب الإلكترونية أصبحت أسوأ ما يوجه للشعب المصري. ممكن ما يعرفوش يقروا ويكتبوا كثير من الناس، ولا قيمة الوقت ماسكين الموبايل وبيدخلوا على العيل عنده 3 سنين ماسك الموبايل دلوقتي بالظبط كده. فده اللي هو لم يرشد بعد، لم يتعلم يأخذ المفيد من هذه الإلكترونيات ويتجنب السيء. ومن هذه الإلكترونيات تم استلاب، أنا بعتبر ده استلاب، تم استلاب كثير من ثقافتنا، كثير من شبابنا اللي انضموا للإرهاب، كثير من قيمنا تم استلابها عن طريق هذه المواقع التي لم نؤهل لكي نستخدم الإيجابي منها ونتجنب السيء. والحل؟ الحل ان احنا كيف نرشد، اصل لا غنى عنها، ومش هقدر اقول اقفلوا المواقع، مش هقدر اقول كده، انما كيف نرشدها من داخل الاسره وفي المدرسه وفي الكنيسه وفي المسجد، ان ليس كل ما على المواقع نافع لنا، او كل ما هو على المواقع نتعلم منه، ولابد ان احنا، او هي ليست مصدر موثوق به، ساعات بتقول معلومات دينيه خاطئه 100% والبعض يمشي وراها. فاحنا الحقيقه في عصر كان زمان من 50-70 سنة مثلا كان اللي بيربي الولاد الاب والام في البيت، دلوقتي بقى الشركاء كسر. ولذلك اصبح ده اخر حد الاب والام دلوقتي. اخر حد. فارجو ان احنا جميعنا نحسن ننتهض في الكنيسة وفي المسجد وفي المجمعات الرياضية وفي المجمعات الاجتماعية، وأنا بطالب جميع أساتذة الجامعة كل في تخصصه ينزلوا لهذه التجمعات ونرشد أولادنا، لا مفر
ولا فكاك من عدل عصب هذا البلد بثروته البشرية. أنا ثروتي إيه؟ أنا ثروة البشر. صحيح. أنا عايزة أصلح هذه الثروة قبل أن تنقلب علي نقمة. صحيح. فأتمنى أن جميعنا ندرك قيمة وأهمية وخطورة أن احنا تركين الحبل على الغارب بهذه الصورة. مش عارف أنا عايزة أبونا. أنا عايزة يعني إيه قبل ما نختم، ما هو لسه في سؤال لأبونا اتفضل قول. أنا عايز نختم أنه إيه يشترك في عملية توجيه نداء إلى شعب المنيا، لأن أنا حاسس أن احنا ممكن هنا أنا بزعل على المنيا، احنا قاعدين وهم هناك زعلانين. يعني كل الأهل المنيا في كلام كتير وفي زعل كتير، اللي مات منه حد، اللي زعلان منه حد، اللي قفلوا له مبنى، اللي مش عارف ايه، فكلام كتير حاصل هناك. فانا مش عايز برنامجنا يبقى بعيد عن الواقع ده. فانا رساله محبه انا هبعتها لهم انا، لان قال لي دكتور انا تبعتها في الاخر، بس ابونا الاول يعني يرضى يشترك معنا في الحوار. ابونا الدكتوره انما اتكلمت عن الاسره والرقابه والمدرسه والى اخره، الحل في المنع، يعني في معنى ان انا اقول لابني ما تشوفش، ولا في ان المؤسسات تزاحم هذه المواقع او من خلال المواقع نفسها بمعلومات مفيده، فيبقى الاكثر الشر يغلب على الخير في هذه المواقع. حضرتك انا في انا اسف الخير يعني يغلب الشر، هو الذي يسود. يسود. اولا يعني برضو هجاوب على السؤالين في وقت واحد. كل المصريين قلوبهم تتوجع وتتالم باللي بيحصل في المنيا. واحنا عارفين ان طول عمرنا كمسيحيين احنا شايلين شيله تقيله قوي من ايام الرومان، وفرحانين جدا ان احنا نقدم رقابنا كشهداء من اجل مصر ومن اجل الكنيسه ومن اجل الايمان بالاله الواحد. انما عاوز اجاوب على فضيله الشيخ ان ايه اللي اعمله علشان اقدم حاجه كويسه. اولا بتحتاج دي توعيه وتحتاج دراسة منطقية اني ما احرمش وما امنعش وادي فرصة للعقل يشتغل. انما دايما الممنوع مرغوب. صحيح. لما اقول لهم في البيت اوعى دي واوعى دي واوعى دي وانا مش قاعد هيعملوا دي ودي. فانا لازم اعلم الناس الصح ايه والخطا ايه. وده بيجي عن المؤسسات التعليمية والكنائس والمساجد. اقول مش عيب ان انا اقول ان احنا مشينا غلط في حاجه معينه، انما العيب ان انا اتمادى في الخطا. ادي معلومات حيه بثقافه جديده للشعب المصري اللي هو طول عمره شعب مثقف. ده احنا ارقى دول العالم. ده العالم كان بيجي يتمسح فينا. انت عارف حضرتك ان موسى النبي دخل اول كليه في مصر اتعلم فيها الهندسه وفنون الحرب واللغه وكل حاجه، وغيره وغيره، وكان يجي عندنا مصر يتعلمه. انما اصبح النهارده انا استقي معلوماتي من الدول الاخرى، وهي معلومات كلها عاوزه تبث فيا سموم الكراهيه والحقد والكلام ده. انا برضو لازم يكون في رقابه على الفيسبوك. انا يعني نفسي يا دكتوره امنه انه لما اقعد على الفيسبوك، اقعد على المواقع الالكترونيه، يعني الاقي مثلا وزاره التعليم مثلا الموقع بتاعها بتنزل كل يوم قصة في 10 سطور، معلومات في 10 سطور خاصة بعلم معين بالجغرافيا بكذا. ألاقي الآثار بتنزل لي كل يوم معلومة، النهاردة عن أحمس، بكرة عن أمين حاتب، مش عارف إيه. هتقتحم العقول، تقتحمني وتشدني إن أدخل فوقت اللي كنت هضيعه على معلومات غلط ولا على صور مش محترمه، ولا لي هذا النور لا الاقي حاجه مفيده اضيع بها وقتي لو عندي وقت اضيعه. يعني بتكلم عن شبابنا طبعا. يعني انا يهمني طبعا، وانا عارف ان سعادتك ستجيدي في هذا الامر دكتور امنه، انك ترسلي برساله للشعب المصري وخصوصا اهلنا في المنيا، وانا اعلم ان هم عقلاء وبيحبوا هذا الوطن واهالينا كلنا. يعني اتفضل دكتور امنه. الحقيقه يا اهلي في منيا، المنيا الجميلة اللي طول عمرنا كنا في أسيوط ننظر إليها إنها أكثر تحضر وأكثر رقي وأكثر تقدم أكثر من أسيوط بلدي. وطبعا أنا نص المنيا زميلاتي في المدرسة وفي الجامعة وأهلي وأحبائي، ودول جزء من مسؤوليتي النيابية. صحيح. أنا بتوجه إليكم يا أهل المنيا، يا أحبائي، يا أهلي، كونوا عقلاء، كونوا متحضرون، كونوا عظماء كما كنتوا طول تاريخكم عظماء. أرجو أن يعني تنبذ الفتنة
وأن تتراجعوا عن أي سوء يسيء إليكم أو لسمعتكم أو لأوطانكم أو لبيوتكم أو لثقافتكم أو لمحافظتكم الجميلة. صحيح. كل العزاء لكم وكل الأمنيات لكم أنكم تكونوا بكرة أفضل ألف مرة من الأمس. أبونا تفضل. يعني أنا مفيش أحسن من هذا الكلام طبعا. وهذا الختام الجميل الرائع وهذه اللحمة الوطنية، يعني أنا عايز كل كاميرات العالم تيجي تصورنا كلنا مع بعض دلوقتي مع بعض شكلنا حلو كده. هو ده مصر، احنا عايزين نقول هو ده، ايه دي مصر، ايه دي مصر. فبالتالي طبعا يعني ربنا يبعد عننا كل ما هو عكس ذلك، وربنا يبعد عننا كل المحاولات الفاسدة اللي بتحاول تعكر يعني صفو الحياة طبعا. المصرية السليمة. وأنا والشيخ مظهر إلى الأبد يعني ايدينا في ايدين بعض باستمرار، المصريين كلهم وان شاء الله ما فيش حاجة تزعل المصريين، ونحاول مع بعض زي ما قال أبونا رفائيل والدكتورة أمنة نحاول نعمل برامج مشتركة عشان ننزل أرض الواقع فعلا، نحاول نخلي المصريين كلهم باستمرار يد واحدة. صحيح. يعني يا رب تقول لهم وبكرة أحلى وأفضل. أنا بشكر دكتورة أمنة وبشكر جناب القس أبونا رفائيل سامي، ومتضامن جدا مع كل ما قيل في هذه الحلقة سواء اللي تفضلت به دكتورة أمنة أو تفضل به قدس أبونا رفائيل، وبأثني على الكلام اللي قاله أبونا أثناسيوس. إحنا شعب واحد، تاريخ واحد، هدف واحد، مصير واحد، مستقبل واحد، متضامن جدا مع أهلنا في المنيا، وبتقدم لهم بصادق العزاء، وبأطالب بسرعة القصاص من أي حد يسيء أو يقتل أو يتسبب في أي مشكلة مجتمعية. القانون فوق الجميع، ويجب أن يسود القانون فوق الجميع، ومع القانون نحترم القانون، وأيضا يعني نعمل على التهدئة وبث روح المحبة والإخوة بين أبناء الشعب في المنيا، في المحافظة الواحدة في المنيا العظيمة. شكرا جزيلا جناب القس أبونا رفائيل سامي، نورتنا، أهلا وسهلا. شكرا. دكتورة أمنة نصير، نورتنا، شرفتنا، أهلا وسهلا. جلستكم الجميلة وبحواركم اللي أنا سعدت بيه جدا. شكرا جزيلا أبونا، شكرا جزيلا. الله يكرمك. شوفكم الجمعة الجاية إن شاء الله في أمان الله.